مرحبا مجددا مع ضيفين اليوم جايب بالكيلو، ما عندي انا ضيف واحد، ضيفين، واتحداهم يفوزون ولا يفوزون. ايش رايكم في قوتي؟ ما ادري، انا الصراحه كذا يجيني احيانا شعور ما ابي احد يفوز من حقي، برنامجي وجائزتي، صح ولا لا؟ صح. عندك مانع؟ لا. عندك اعتراض؟ لا. ودك تقول لا؟ لا. هي بس شكرا. ليش لا؟ اسم البرنامج هذا شو اسمك؟ عبد الله. وانت؟ ضياء. عبد الله وضياء، من اكثر واحد فيكم يحس انه محبوب؟ انت محبوب؟ وانت؟ لا. وانت نص حظ؟ لا. عشانك انت اللي مو محبوب، ابيك انت اللي تشارك عشان ما تفوزون. طيب، عندنا صندوق 2-3، كل صندوق فيه له كوره. حلو؟ في كوره حمراء، في كوره خضراء، وفي كوره صفراء. ابيك تطلع لي الكوره الحمراء. ابي كذا على فراستك تطلع كوره زي لون فانيله اخوك كذا الحمراء، تقول اتوقع انها في هذا الصندوق، فين اخذتها؟ فستربح الجائزه المقدمه من حلاوه الطاحونه قسيمه شرائيه. تفضل. تشاوروا. اخوك يقول انه محبوب. هذا. طيب اصبر. مستعجل ضياء؟ انت عبد الله ولا ضياء؟ عبد الله. مستعجل على الهزيمه ولا على الفوز؟ الهزيمه. لا، تفاعلوا بالخير تجدوه. ايش دعوه، انا ابيك تفوز يا اخي، ابيك تفوز، تستاهل الجائزه. ان شاء الله. نقول بسم الله، نفتحها على طول. هذه ولا اللي تحت؟ هذه صامل عليها يعني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، افتح يا ضياء، ولا افتحوا انتوا الاثنين مع بعض. ما كان يسجل صح؟ لا. نعيد ال... لا. ما كان يسجل، لازم نعيد التسجيل. لا. امسك. شكرا. مبروك. نلتقي بك ليش لا؟